وللتعليق حول نجاة نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري من محاولة اغتيال في محافظة مأرب بعد يومين من خروجه من السعودية، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي أحمد ماهر. مرحبا أحمد. مرحبا أستاذ وبكافة مشاهدي القناة. نعم أحمد، ما هي التفاصيل التي لديكم حول الحادث وماذا جرى بالضبط؟ اولا نقل الاستاذ عبد العزيز جباري مستشار رئيس الجمهوريه ونائب رئيس مجلس البرلمان اليمني من محاوله اغتيال عبر عبوه قبل قنبله كانت بجانب الفندق الذي يسكن فيه، وهي كانت عباره عن رساله واضحه توجه الى جباري بسبب مواقفه الوطنيه تجاه الوطن وسيادته. هذه المحاوله كانت ليست الا مجرد رساله تريد الايصال الى الأستاذ عبد العزيز جباري، وللأسف الشديد هؤلاء يستخدمون أساليب ضعيفة لأنهم لم يصلوا إلى مبتغاهم ولم يستطيعوا إسكات الهامات الوطنية التي تطالب بتصحيح الأخطاء التي تقع فيهم. نعم أحمد، إذن ذكرت أنها رسالة يراد توجيهها إلى نائب رئيس البرلمان، يعني برأيك من هي الجهة التي أرادت إيصال هذه الرسالة؟ هذه السؤال سوف يرد عليه رجال الأمن في محافظة مأرب الذين هم الآن يدشنون حملة تحقيقات في هذا الأمر، وإن شاء الله يقبضون عن الجناة الذين وضعوا هذه القنبلة في هذا المكان الحساس، برغم أن هذا الشارع قريب من مبنى محافظة مأرب. هم يريدون إيصال الرسالة أن مأرب غير آمنة وأنها مستهدفة لقيادات الحكومة الشرعية، ولكن إن شاء الله تكون لرجال مأرب ورجال الأمن فيها تكون رجال مأرب أن يوضحوا للجميع أن مأرب آمنة وأن الأمن في مأرب مسيطر عليها، وإن شاء الله ننتظر التحقيقات الأولية بهذه القضية. نعم الصحفي أحمد ماهر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.